أن يأكل الميتة وأن يأكل لحم الخنزير. إذا أراد أن يدفع الغائلة وإذا أحس بالموت فليأكل أي شيء. المهم ربنا سبحانه عز وجل لم يحل الميتة ولم يحل الربا أبدا إلا إذا كان ضرورة عند البعض يخاف من الموت أو يخاف من الهلاك. كل ذلك لطفا بعباده المؤمنين ورحمة بهم، وذلك لما في إباحته. في هذه الحالة والخنزير لا يأكل الحب لحب ميتا، وكذلك الربا لا نجد أحدا يحل الربا لنفسه، لأن الله عز وجل رحيم بالمؤمنين، ولذلك حرم الربا، ولذلك لما في إباحته والتعامل به من سد باب الإحسان وقطع طريق الخير. قال عز وجل: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الصدقات والحلال الله عز وجل يتيب عليه، ولكن الربا سبحان الله حرمه دون الأمراض الأخرى أو الأشياء التي أباحها الله عز وجل. وفيه وعيد من الله تعالى، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. لا خير في الربا، لا خير فيه ولا بركة. ووعد منه تعالى بأنه يبارك الصدقات ويبارك الحلال ويكثر سبحان الله تعالى نفعها وحسن ثوابها لأهلها. وقال سبحانه وتعالى: أيها الإخوة، باش ما يسدش ودني وكذا، راهو في النص: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. ولذلك أحل الله البيع وحرم الربا، وهذا وعيد شديد أيها الإخوة، هذا وعيد شديد يحاسب عليه المرء يوم القيامة بين يدي الله المرابي، يقوم يوم القيامة من قبره للحساب والجزاء، يقوم ويقع على الأرض كلما قام بعد ستر خرجوا من قبورهم وسر تستوي مشيتهم، هو كينوضوا تحت كينوضوا تحت الأخيرين. ولذلك الله عز وجل حرم الربا، هذا الذي يخرج من قبره للحساب ويخرج للجزاء، يقوم ويقع على الأرض لا تحمله رجلاه، كلما قام وقع لا يقوى على المشي لانتفاخ بطنه بين يديه، فضيحة والعياذ بالله. يجعل الله عز وجل المرابي أو الذي يعطي أمواله بالربا يقع مصروعا في كل من تعامل معه بالربا. لكن يا خصي أفراد جبالية 200 ولا 300 ولكن هنا والأخير علاش؟ لأن الله عز وجل أحل السلف، ولكن دون أن تكون فيه زيادة. نسأل الله عز وجل، نسأله سبحانه وتعالى أن يباعد بيننا وبينها. وهكذا كالذي مسه الشيطان من المس، حل في الجنون وفي الكسبه، الناس واقفين غاديين إلى مكانهم للقاء ربهم، وهو يجر بطنا كبيرا ويجر هذه مشيته ورجله، الله عز وجل والعياذ بالله يريد منا الخير ويريد منا الخير. إذن كمن مس أو مس بالجنون فضيحة كبيرة، يقوم ويسقط مسرد يقدر ويسقط، يقوم ويسقط ويسرع في كل حال. وقال تعالى: لا هي عباده
كيدير مع الذين امنوا مع الذين يخافون. اش غادير يا من الربا بالبيت والربا في السياره والربا في الكاسرونه والربا هذا ما يجوز هذا اطلاقا. الله عز وجل حرم ذلك في الميناء وعند في تسكن ولذلك لابد ان نشتريها بالربا. والعياذ بالله كمن اسرته الجنون يقوم ويسقط ويصرع في كل حال يصرع في كل حال وقف كيهزوش رجليه هذا هو عذابه وهو غادي للقاء ربه يصرع في كل حال. وقال تعالى لا يزعل عباده عن اكل الربا يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون. اتقوا الله خافوا من صدره فستقفون بين يديه قريبا. فقد حرم تعالى بهذه الايه اكل الربا ولكن الناس صدوا وجوههم جنبا بقى ما يشوفهاش من غير هزه يشوف على هنا ولا بقاش يشوف نهائي وبقى يسمع هذا الكلام. قد حرم الله تعالى الربا حرم اكل الربا وامر بتقواه بان يطاع فيما امر به ونهى عنه ولا يعصى ورج المطيعين بالفلاح وهو النجاه من النور ودخول الجنه. قال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. الى كل الايمان الى كل الوضوء كاين الصلاه وكاين هذه العقيده ان كنتم هذه شرطيه من الشرط تكون مؤمن فان لم تفعلوا بغيتيش فاذنوا بحرب من الله ورسوله فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وان كان ذو عسره سمع الرشد فنظره الى ميسره قدر ان نزيرك درسنا في تسكن وكذا وهذا اللي اعطوا لنا الدين شي حاجه قليله هذيك قليله يكون انت تصدر ولا لا. اذا الله عز وجل قال وان كان هذا ذو عسره عسره معنا تعسرت عليه الوقت فنظره الى ميسره اعطوا الضرب ليقول الله عز وجل على ان يفتح عليه وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون. ايها الاحبه في الله عباد الله ارايتم نداء الله لكنا نخاف الله ارايتم نداء الله للمؤمنين المتقاعسين المتكاسلين عن تنفيذ امر الله بترك الربا وفي غير ذلك ونسكنوا حنا نسكنوا نشتروا سياره ونشتروا والو هذا هو الكلام ديالو الكلام ديالو نشتري سياره ما نمشيش الكيره احسن شي الكيره كل بركه سبحان الله العظيم هذه بالتجربه الكيره فيه خير وبركه ولكن هذا يلحق الله الربا يلحقه ويربي الصدقات سبحانه وتعالى حرم الربا وتركه الدين اطلاقا تدخل فيه ما كاين باس ما فيش ما كاين باس وبقي بعض الناس يبحثون عن فتاوى كيفاش زعما نبقاو حنا الناس كنا بلا والو بلا دار بلا سياره بلا والو لا تبقى وترتاح وتكون بخير. كيف ذكرهم الله تعالى بالايمان ذكرهم اذ المؤمن حي قلبه يسمع وينفذ امر الله بلا تردد. ماذا شئت انت الى المسجد؟ نفذت امر الله مش تفعل شيء واحد نفذت امر الله توضأت واغتسلت وجئت الى الجمعه فتترك اعمالك تترك اشغالك لماذا؟ لتحضر هذه الصلاه. اذا المؤمن ينفذ امر الله بلا تردد وهددهم سبحانه وتعالى هددهم بالحرب صوب الحرب ما قالش الحرب شي حاجه اخرى ما قال انا في الزينه انا في السرقه قال انا حسن والله سبحانه عز وجل هددهم بالحرب من قبله وقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ارشدهم للخروج من هذه الفتنه قبل الموت. قالوا شي في الموت في الاخير اش غيدير؟ يقولوا ما خلصوا هذا ديروا هذا كذا هذا غرقت بالريبه
ينتبه، هذه فتنة قبل الموت. إن تبتم سبحان الله فلكم رؤوس أموالكم. أي من تعاطى الربا، من تعاطى وأدخل في الأخر. قالوا شي أصدقاء ترى شي راس أخي في البدر، أتسكن عندي أدفع شوية شوية أدفع شوية حتى ورد يزيد عليك. من تعاطى الربا يقول تعالى: فلكم رؤوس أموالكم. أي خذوا ما دفعتم من مال، ما دفعتم من عام المال لغرمائكم، هذيك تسالك فقط بلا زيادة، أعطيه تبع بلا زيادة على رأس المال، بلا زيادة على رأس المال. فمن أعطيتموه ألفا أو أعطيتموه ألفا ليردها بعد ألفا ومئة أو أكثر مثلا، خذوا من الألف الذي أقرضتموه فقط، واتركوا الزيادة أيها الإخوة، الزيادة الربوية. فلا تظلمون أنفسكم وتظلموا غرماءكم بالزيادة، لا تظلموا أنفسكم بنقص رأس المال الذي قد أشكل الملكة. إنما البيع مثل الربا، سبحان الله، صوب الشغل للرسول، حل الربا هكذا. المهم هي 5 دراهم، 5 دراهم، هذه 5 دراهم ديال الحرام، هذه 5 دراهم لأنها جات من الربا حرام. لا قال لك مثل 5 دراهم، مثل فرانك، مثل في فرانك، مثل فين، مثل مليون، مثل جوج، لا أبدا. الله سبحانه عز وجل يريد لك الخير أيها المؤمن، أيتها المؤمنة، لا تظلمون ولا تظلمون. وإن فرضنا أن أحد الغرماء طلب منك سلفا، الغرماء لا أعطاء، فإن طلب منك سلفا ماليا إلى أجل ولم يستطع رد المال الذي استلفه منكم فأنتم بين خيارين: قد تمسكين على الظروف الاقتصادية التي أطالت على العالم كله والناس كلهم يشعرون بثقلها وجحيمها، ولذلك إذا الغلو ديال الفلوس قل لها حيد شوية وخليها شوية غير حتى أنا محتاج، الذي استلفه منه فأنتم بين خيارين: إما أن تنتظروا حتى يفرج الله قربته منك المال، قالوا أنت الصدق، صدق عليه باش يقول له الله يسامح صافي يلاه أنا تضريت أنا كذا من ضرور ولكن الله يسامح. وهذا فيه أجر عظيم لمن استطاع منكم الصبر. أيها المسلمون، إن كثيرا من الناس غرقوا في الربا ليكون له سكن وليكون له كذلك طوموبيل أو سيارة أو خير، ليكون له السكن أو تكون أن تكون له سيارة أو كذلك أثاث منزلية، وأقام الأعراس بالربا وسافر إلى الحج مشكلة. ونعرف كثير أفتاه بشد الدم، سافر إلى الحج بالربا، هذا الحج غير مقبول، لأن الحج بالمال الحلال هو الذي يقبله الله به ويكون حجا مبرورا. أيها الأحبة، أيها الإخوة والأخوان، يا الله عز وجل سبحانه وتعالى اعتبر الربا كالشرك، اعترض سبحانه وتعالى بحال الربا بحال قتل النفس، لا قتلتي شي واحد، كالشرك وقتل النفس والزنا وغير ذلك. اسمعوا قول الله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا واخذهم الربا. لا شوف واخذهم الربا، اسمع واخر ما تبغي شي واخر، المهم دخل في الدماغ ديال المصابين، وين إلا كان شي حاجة تفكر منها كيفاش قبل ما يهزوك للقبر، وإلا لماذا ستسأل عن هذا المال الذي زاد أو زدت على هذا المسكين؟ شوف هذا المسكين بغى كذا ولا بغيت وكذا، ولا شوف ندير معك كذا ولكن أعطيني زيادة، هذه زيادة ما نقبلهاش عن الله عز وجل. وقد نهوا عنه، وقد نهوا عن أكل الربا، وقد نهوا عنه كذلك، وكذلك أموال الناس أخذها بالباطل. هم هؤلاء الذين يرابون، أنا من وكيشجع على كل شوف أعطيها هذه كل أخرى بشوية بشوية تعطيها من الهلال، وين زيادة؟ ما تكونش زيادة، بعطيك 500 فرق ترجع 500 فرق، بعطيك 40 مليون دار سترجع 40 مليون، ما فيهاش زيادة ولا أي شيء. الله عز وجل سبحانه وتعالى ما يظلم الناس شيئا أو لا يظلم الناس شيئا.
فهذه تحدث عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، وتحدث عنها الرسول صلى الله عليه وسلم اجتانب السبع الموبقات. فقالوا يا رسول الله ما هن؟ فقال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا الحق، واكل الربا، واكل مال اليتيم. ذاك مال اليتيم تاخذ مسكين خلال يوم طريف وعملوا خصا عملوا لا عملوا طير ولا شيء تيكبر. اما اكثر هذه المسائل ما تحل لي الدار حيث هذاك الشيء كان عن الباب وكذا تيكبر يكبر ما تكبر ما بقى والو من اخر. اكل الربا، اكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. أن تتكلم عن مؤمنة طيبة مباركة مرت وإذا بسهام مسنونة أو مسمومة. قال شهادي أشرد أشرد يا مسكين مرت وشهادي كذا. وإذا هذا سبنا الله عز وجل هؤلاء الذين يقذفون المؤمن خرجت قدر ولا خرجت تمشي ولا تديهم الدليل المدرسة وثم هو تبع هؤلاء الخير. هؤلاء المؤمنات الغافلات خص لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم حراسة خاصة. واسمعوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة، ديروا الدين مزيان باش ما ترجعوا مسلمان. وهو صلى الله عليه وسلم يلعن أكل الربا، يلعنه بالعب خشي الجاب وخبناه ويمشي إلى خير، لقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله أكل الربا. إن لله وإنا إليه راجعون. أنا الشيخ أحمد الصبي أكل الربا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال أكل الربا من العوام ووكله اللي وكله واخذ الشيخ فاطمة عطاء قال يشجعوا وشاهديه اللي حضروا حضروا ذاك البيع. ولماذا احنا نبيع 40 و 30 الدار هذه ولكن ما تزيد واحد نزيد شويه شويه نبدا نزول جوج غسيل خمسه وبقيت على داك الشيء هذاك هذيك المونتاسيون ديالها اطلعت وطلعت يوصل يوصل الانسان في الموسم الاخير. ايها الاخوه اكل الربا سواء اكل به طعاما، انا ماشي بلا سياره ولا دار ولا ناكل به طعاما، او اشترى سياره، أو اشترى دابة، أو بنى منزلا، أو أخذه سلفا ليتصرف به في شؤون الحياة، أو اشترى المصيبة هو مضحية تايدين على الكبير كتب عليها، يلا غادي دابا قريب قريب إن شاء الله ذو الحجة، وما يلا غادي خلصها ديال ذاك العام، كبش كبير ذاك الشيء ولا خير واش غادير؟ ما ذبحوش، ما ذبحوش أسيدي، ما كلفك الله بالذبح أسيدي، لماذا كلفك هنا والدراهم المساكن والمرأة؟ وغادي ينفع الاولياء في المشاكل والاولياء في المشاكل والاخرين. اذا سواء اشترى سياره او دابه للركوب او بنى به منزلا او اخذه سلفا ليتصرف في شؤون الحياه او اشترى اضحيه العيد كركز على شهر المسلم اش بغيتي تحب تصعب ديال الغيبه ومهم بعد 100,000 ريال كذا وكنا ردوا ب 900,000 فرنك فايزين عليه اخي انت تيجي العام الجاي ولكن او في شؤون حياتي او اشترى اضحيه العيد او البسه له او لابنائه او استعمله لعلاج. بارك الله لي ولكم يا اخي في القران الكريم. الله عز وجل القران شهادة خلاصه كذلك ان تطبقه ان تطبقه بعد عليه. نسال الله ان يجعلني وان ينفعني واياكم بكلام ربنا كلام السماوات وكلام رب السماوات كلام الذي خلقك وصورك وخلقني وصورك كلام يدرك ما في شجاع ابدا. نسال الله عز وجل ان يعافيني، نسال الله عز وجل ان يهدينا سبل السلام فقنا الله واياكم الخير وهداني فيحب ويرضى الدين فبعد بيننا وبين الربا ولا اكل الحرام واكل الرشا رشوة يا رشا كرنا زبده صغري كذا وبيض كذا رشوة واكل اموال الناس واموال اليتامى وما يكون صغري الفضيله ما كاينش شي سول بغيتي سول اي عالم وسول اي واحد وسول من سيرشده وقل الحمد لله رب العالمين فقيرنا واياكم الخير وهداني ما يحب ويرضى امين.
الحمد لله الذي أحل الطيبات. الرشيد الزبدة تبارك والطيبة يعني كلها ما تاكلهاش. أحل الطيبات وحرم الخبائث. نحمده حمدا يوافي نعمه ونشكره شكرا يزيد في نعمائه. ونصلي ونسلم على الحبيب المصطفى نبيه ومجتباه ونتردع على أصحابه أجمعين وآله الشرفاء. أما بعد إخوان معاشر المؤمنين، إن الله حرم الربا لمضاره. كيف لازم بحبها؟ قالوا إنما البيع مثل الربا، شو شنو؟ واش جاء الله في القرآن؟ راهي في سورة البقرة. بحبها خت 100 درهم وهذه 100 درهم. كيف سبحان الله؟ إذا أنتم تضارعوا أو تقفوا بين يدي الله، ستقفوا بين يدي الله في القبر مباشرة. مباشرة وأنت ولدتي تقول لي بحال هذه بحال هذه. ولا عندك نص قرآني لا يستطيع أحد أن يضع يده في هذا القرآن. يقول لي حيدونا كذا وما كذا وحد ولا وقت آخر هذا ولا الدنيا مزيرة. لا ما كانش مزيرة ولا وكل رحمة. القرآن رحمة، القرآن نور، القرآن تذكرة. أن الله تعالى رحيم بعباده. وإن من مضار الربا أيها الإخوة أنه يقضي على التراحم. تصور واحد قال مع النكر متى أنا أختي مع 100 فرن قال لك شو هترضى لي 150 فرن شتي وين رضى حتى مع صدرين تسمى اعتبرين ما كاينش تقعد معاه تما صور معاه لا ولكن الأمور شي مزيرة ولا خير إنه رؤوف رحيم. لا أبدا لا تقع في مضار الربا إنه يقضي على التراحم. كيفاش يقدروا يشوفوا هذاك اللي عطاك بذاك الحساب هذا؟ ذلك الدار 100 فران مثلا كان 40 ولا 50 ولا 50 مليون ولا كذا ولا يزيد لا شيء وصل للوقت وزيرو كاينش زيرو صوب معايا الشغل وكذا وكذا باش ندفعوا لك وندفعوا لك اقصى ما في زياده ولا اي شيء. سبحانه وتعالى انه من مضار الربا انه يقضي على التراحم. كيفاش غيقول يقضي على التراحم؟ ما بقاش تشوف في هذا مصر ديال الدم ديالي عرفتي الدم ديالي مصور خدام ليل ونهار بعرق جبيني وانا بغي نطار هو مصريان يمتص دماء المسلمين يمتصهم امتصاصا. اذا وهذاك امتصاص الدم ما بقاش تشوف فيه مثل التراحم غير يخلصوا ولكن خلصوا بزياده. إذ كان المرء يستعد يأتي يستعد تشري الدراسة عندك على الإسلام من الديون يقول دراسة لا هو داكشي داكشي رصيد ما كاين مش كيدير معاك شي ثمن شو ثمن دير معايا الثمن ديال العشرة ماشي الثمن تزيد عليا ولا خير. إذا وهكذا إذا كان المرء يستعد أو يستقل من أخيه أو أفراد أسرته أو أصدقائه عقابا ينتفع به ثم يرده الى صاحبه ويكتسب المقرض اجرا يدخره لميعاد يدخره لله عز وجل. كون انت تشوف هذا الناس هذا ما عندهمش يسكنوا اعطيه الدار وقسم عندك شي شويه ما تزيدش عليه ابدا. هذا الخرض القلب لا سمعت قرب الى خلال الدار يقول لك قرب وهذا القلب هذا قرض بالدار يورث الموده. هذا الذي من غدا جيب لي غدا غدا وخارج شوية 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 قال لي غدا ويحب وينبت بيننا الإخاء بين المستقرض والمقرض معا. وكان المسلم يأخذ من أخيه المسلم ما لم ينتفر به ويروجه بينهما فصاحب المال لما ماله ولم يحبسه وله الأجر والذي اقترض المال إلى أجل فكذلك الله عز وجل يكرمك لأن خفتي على هذا المسكين خفتي على هذه الأسرة والله يجزيك بخير بخير بلا زيادة أسير سبل تمام تمام دار هذا هو الحيط اللي قاعد ما تعطينيش لماذا لأن بغيت لك الدار بغيت لك تكون عندك أنت مفتاح عندك البيت ديالك فصاحب المال لما مال ولم يحبسه ولو الذي اقترض المال إلى أجل تحرك بالخير خد شي خاص شويه
ولكن هذا هو الأمر. مشغول بخير وليد بخير وزوجة بخير ويسوق إن شاء الله تعالى بالخير. فهنا معاشر المسلمين حقيقة لا بد أن يعلمها إخواني. أصبح الرجل إذا أقرض أخاه قرضا شدد فزوجه بقرض غني به قرض. إذن قرضاً ضاع لا يرده عليه. واعتذر الذي استلف المال يدعي أن المال قد خسر. فكيف نتصور نفسية الذي دفع ماله كله إلى قريبه وصديقه فما أصبح مؤمن يرحم مؤمنا. هذا الكعبة ما فيهوش أشد الجرام ولا ميكرون ديال الجرام فيش رحمة أبدا. جيب فلوس وصافي. ابتلانا الله بهم عقوبة لهم على سوء سلوكهم وقبح معاملاتهم. الله تعالى يقول وجزاء سيئة سيئة مثلها. ويقول سبحانه وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أيها الأحباب الكرام الله سبحانه عز وجل يريد منا أن نتوب إلى الله ونصحح موقفنا معه سبحانه وتعالى. اتقنا صحح معه مسائل الخير فنتصدق ولا نكرم وننصف ولا نظلم. ومن كان له حق صاحبه كالمضح ارضى لك لو ديال يسمع كلمة كل شيء شيء يسمع لك هو ديال ارض ملك الله يسمع فيه مباشرة يضطر يتحسب مباشرة باقي يسبقك يبدو تراب ويرفض الحجر وهو يحاسب كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا دفن واحد في الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجلس على شفير القبر قال الآن ادعوا لأخيه فالآن يحاسب الآن. باقي الناس الحجارة والحجارة ديال هذه الدرجة ديال الذكية ديال الآن ونجم أنت خاف من هذا المسألة خاف من الموقع أصبح المصباح تصبح ميت كلما أصبحت في الأحوال وأصبح كذا وغادي معك التقل هذا خطير خطير. تبين الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث أنه رأى يا رأى لما صعد إلى الإسراء معراج لقاء ربي سبحانه وتعالى شاف واحد مكان محمد القرثة كبيرة ديال الماء عامرة بالدم ويسبح فيها. وإذا قال من هؤلاء يا جبريل قال أكلة الربا كيعرفاش بحر ديال الدم ديال الناس لأن شرب الدم عرفتاش كيدير هذيك اللي كيباع الربا كيمصو والله ما يحنفيك نهائيا كيمص الدم. ولذلك قال يا جبريل ما قال هؤلاء أكلة الربا كيمشي حتى كيقرب يده ثم تنزل عليه صخرة على راسي تشدو والرسول يرشد ثم ترجع تمشي. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيح قال لها المدو من أمتك أكلة الربا يعني قصد الربا إلى خير. هكذا أيها الأخوة الكرام هنا معاشر المسلمين الله سبحانه وعز وجل كل ما أصابنا من مصيبة فبما كسبت أيدينا ويعفو عن كثير. أيها الكرام فلنتوب إلى الله تديرش في طريقة باش تفك من تفك راسك من المصيبة ونصحح موقفنا مع الله سبحانه وتعالى فنصدق ولا نكذب. كيفاش تكون عندك دار شحال ما دار عندك الدار بخير دار شو دار شي واحد كريهة ماشي تمام بخير وكيفاش الناس من برا عين وحنا ما عندنا سيارة ولا دار ولا إلى آخره. ولكن كاين هذه الفعلة المؤسسة الفلانية بين قوسين أنا لا نسمي الأسماء فنصدقنا. ولذلك الله عز وجل يقول من كان له حق صاحبه عنده فلنرده إليه ولنزد ولنبتغي من قبل هذا وديك الزيادة ترجع له إذا احتاج بعد نزول فيها فإذا رد له قرضه وفي موعده المحدد لنرد الثقة إلى نفوسنا وإخواننا وأن نبتعد من فتنة الربا. الربا مع الربا في إسبانيا هو الربا تحت الآخر الربا هي نزل تقرب وفعلا هذه كلمة عربية بعيدة عن كلمة إسبانيا ولكن هذا الربا هو نيف وثنات كذلك. هيا اسمع الخطأ الحديث هذا من صححه شيخ الألباني رحمه الله وغيره
على هذا الاجتماع كذلك نايف معنا 30 شخص 36 بابا ايسرها اسمع المصيبه واسمع المصيبه نسال الله ترد النار ان يزني الرجل بامي لي كي تعلم ربك انه كيزني بامي اللهم اعفنا اللهم اعفنا انا كنت تعلمنا وين وين سياره بغيت دار بغيت كذا من خير اذا ان اقل اقل شيء فيني ان يزني الرجل بامه انا لا اعلم لا فلنتقي عباد الله فلنتقي ونسلم نتقي الله الغفور خير الانسان كيصلي وكذا ما خافش الله ويمشي عند هذو وزم موري القضيه الى خاف والو ريت فيك الموت وين صعيب وراح انا فلان ديمان مات فلان اذا هكذا اذا وكيفاش هو الدر الدر راه خير ما مش بيكمل الخير ولا يسير إذن أيسرها أن يزني الرجل بأمه ألا فلنتقي الله عباد الله ونسلك تبيل الرشاد ونسعد بإذن الله هذا هو المهمة ديال المسلمين هذه مهمة تجمع جوج كلمات وخي يرسم في الراس ولا المرأة وقال ونسيت المرأة واش احنا قاسينا في القفص وكان زين وكان يدي ما كيدق على المنكر وخصيتاش لا بخير شوف الله يزكى الناس انا اللي غادي نعرف تي وانا غنخلي كاع شوف صافي عرفتي انا ما عندهاش مع قران محبه مع بغات تهرب الى خير ولنطلب طريق الحلال اخواني ولنطلب نبحث هذا الطريق قد يكون صعيب شويه صعيب علينا ولكن ما بد ان ترضى باوامر الله عز وجل واللي قال لك وإذا نودي لصلاة الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، شكون على جهتي الجبل؟ لأنه خايف من الله. فاسعوا دابا كذلك لا فاسعوا إلى ذكر الله بالابتعاد عن الربا وصلوا على نبيكم وتركوا عن آله وصحبه واستغفروا الله للمؤمنين والمؤمنات ونسأل الله عز وجل الهداية لنا ولإخواننا وأبنائنا وأخواتنا وأحبابنا. ندعو له بالخير والاستقامة قد الغد أضطر شي واحد ولا كان شادي ما عندها مدين فرد الله كذا يقول لنا ما نزيد لا أسأل كيف تكشي على نهج الله تعالى وفق الله تعالى أبناءنا في دراستهم ونسأل الله أن يطيع والديهم ونسأل الله أن يبوء بهم يا رب العالمين وسهل التوفيق والتيسير لإمامهم صاحب الجلالة محمد السادس وولي عهده وسلمه الرشيد وولاة أموركم لأن صلاحكم في صلاحهم اللهم أهدنا لما تحب وترضى اللهم اغفر ذنوبنا واهدنا واصلح أمورنا إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير ونسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة نسأل الله أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن يا رب العالمين ارتبطوا بالمساجد ارتبطوا بالقرآن ارتبطوا بكتاب الله دار تخرج لما كاينش القضية خاصك تديرش وقيت القرآن تديرش وقيت أجي قرأ القرآن مع الإخوان أجي قرأ على أساس أن تعيش القرآن حياة طيبة مباركة ولا ستكون علينا حسرة وتيرة تيرة من القلب ومن القلب ما كنتش كتير جامد وتكون حسرة ما كنتش قرأ القرآن تكون حسرة وتيرة وأنا قلت ما كانش قرأ ما كان قرأ مع فترة أنت في الباب عند النقطة الفوق ولا تحت أجي سيرة نعلمو حنا في كاين الباب ما والتاء والأخير والواو وبزراقة القريتا هذا ونسمعك ونسمعك إلى آخره شنو كيجلسو المسجد هنا كولو كيكونو أربعة خمسة ستة علاش تدخل أربعة خمسة ستة حتى باش تسند على الحي حتى نصل العشاء وتوصل العشاء باش تعطو العشاء أجي تقرا أجي تقرا حسن ديالك تقرا في أي مسجد أنا ما كاينش المسجد ديالنا حنا الحمد لله كاين جزا الله المساجد بارك الله فيكم وبارك في إخواننا أينما كانوا اللهم صلحونا اللهم تجاوز عن سيئاتنا اللهم جنبنا الربا وجنبنا الفجور والفحشاء وشوف اش قال راسك سبحانه
جديد وأكلوا أموال يتامى وأكلوا دار وأكلوا في الدار أنا والأخرين وأكلوا من أموال ديال المشرش وبعد ذلك في افتقار وحكاك الآخرين وخدروا هذه ما شافهاش من بنت الشيخ ربنا سبحانه وتعالى الآن نسأل الله العفو والعافية نسأل الله أن يهدينا نسأل الله أن يغفر ذنوبنا وأن يغفر لإخواننا وأخواتنا يا رب العالمين ويسرهم ويسرهم بآلهم ويسرهم كل شيء واسقى عبادك يا رب الله واسقى عبادك ومن يمثلك ومشكر رحمتك واحيي بلدك الميت اللهم اعف عنا وعافنا واصلح مولانا سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين